بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على نبينا محمد. المحاضرة الأولى بالفاينل اسمها Epidemiology of Dental Caries، رح ندرس علم الأوبئة ونطبقه على مرض اللي هو Dental Caries. نبدأ بالتعريف. Epidemiology is the scientific discipline، هو أحد الفروع العلمية اللي بدرس الديستريبيوشن يا جماعة، هي النقط الإشي الأول اللي هو الانتشار أو توزيع المرض and determinants المحددات تعيد هذا المرض اللي هو يعني اللي هي الأول health problem. وين بدرسهن هدول التنتين؟ بدرسهن في مجتمع معين اوكي عشان يستخدم النتيجه and seeks to apply the results. اوكي ليش؟ عشان نعمل كنترول لهاي الهيلث بروبلم. اذا مره ثانيه، الابيديميولوجي هو احد الفروع، اكيد احد فروع العلوم اللي بندرس الديستريبيوشن والديتيرمينانتس، انتشار والمحددات لمشكله صحيه معينه، بيستخدم النتائج عشان يعمل ايش؟ كنترولينج للهيلث بروبلم. تمام، عشان يعمل كنترول للهيلث بروبلم. طيب لما نحكي عن الابيديميولوجي لمرض معين لازم نجاوب 5 اسئله: what to who where when why and how. بدنا نحفظهم طبعا، انه هاي الخمس اسئله هي الخمس اسئله اللي بجاوبها الابيديميولوجي. بعدين هسه رح نشوف ان شاء الله كيف رح نجاوب على هذه الخمس اسئله فيما يتعلق بالدنتال كيريز. اوكي، in this lecture we will cover هذول الخمس اسئله. نبدا بالسؤال الاول اللي هو ال what. اوكي، وال what لما ادرس health problem غالبا بيكون هو تعريف لهاي المشكله. اوكي طيب، فطبعا طالما احنا رح نعالج الوات تاعت الدنتال كيريز فرح نراجع الى عاد تعريف الدنتال كيريز وبعض المعلومات الاساسيه. السؤال وات اللي هو السؤال الاول من وانا ادرس ابيديمولوجي لهيلث بروبلم معينه هو الوات، ورح نشوف كيف رح ندرس الوات بالدنتال كيريز. سو وي سيد ذا دنتال كيريز از لوكلايز، طبعا هو مرض حكينا لوكلايز كيميكال دو سوليوشن للتوث سيرفيس لسطح السن. اوكي، ريزلتنج فروم ميتابوليك ايفنتس اوف بايوفيلم اللي هو دنتال بلاك اون ذا توث سيرفيس، يعني احنا حكينا بيكون في بكتيريا بتاكل السكريات تعمل ميتابوليك ايفنتس، والميتابوليك ايفنتس بتصير في احماض بالثيم بتقلل البي اتش، وبعدين شو بصير في كيميكال ديسوليوشن للتوث سيرفيس. اوكي وبس. ذا اكتشوال ستيت، اذا هذا الشيء اللي هو تعريف خلينا نحكي او تذكير يعني للدنتال كيريز. The actual state of the tooth surface at any given time point is determined as the net result of dynamic process in which events of the solution and demineralization are alternating. الآن الحالة اللي عليها السن في نقطة زمنية معينة أنا فحصت فيها المريض، هاي الحالة اللي عليها السن في هذا الوقت في هذا الوقت المعين هي محصلة البروسيسز كانوا يصيروا جوا، ايش هم؟ اكيد الديمينراليزيشن او الديسوليوشن اند ديمينراليزيشن. بكل بساطه there is no global consensus of on the detection of caries lesion، طبعا ما في عندنا اجماع عالمي لتصنيف تسوسات الاسنان او وصفها بطريقه ثابته خلص غير متغيره لكل العلماء، لانه زي ما احنا عارفين there are many ways that classify the dental caries. طبعا so the what of epidemiology، الوات اعطتني شغلتين، اعطتني الديفينيشن تاع الدنتال كيريز تعريفها and the status of the tooth ووضع السن وحالته at any given time point. the status of the tooth at any given time point شو هي؟ يعني بدنا نعيد المعلومة اللي حكيناها فوق، وضع السن في اي مدة زمنية او تايم بوينت معين انا فحصت فيه المريض هي النت ريزلت اوف ذا دايناميك بروسيس. طب خلينا نفهم مرة ثانية شو هي النت ريزلت اوف ذا دايناميك بروسيس. انه الدنتال كيريز طبعا از ا دايناميك بروسيس، طبعا تسوس الاسنان وانه في بكتيريا على السن هي عملية ديناميكية، طبعا يكون فياتها انه البكتيريا زي ما حكينا بتاكل السكر تعمل ديمينراليزيشن، يعني بتاكل السكر بتعمل ميتابوليزم جواتها وبتنتج الاحماض كنواتج هضم، بتقل البي اتش تاعت التم بتبدا عمليه الديمينراليزيشن وهكذا، فهي دايناميك بروسيس. بيجي المريض بنظف اسنانه وكذا كذا بيصير في ريمينراليزيشن وهكذا. اتس اول اباوت ذا تشينجز ان بي اتش، نعم هي فقط يعني بتركز على موضوع تغيرات البي اتش وبعض طبعا اكيد العوامل الاخرى اللي احنا عارفينها ذات هاف تو بي بريزنت ات ذا سيم تايم. احنا من عن شو كنا نركز على اللي هم طبعا البرايمري فاكتورز اللي هاف تو بي بريزنت ات ذا سيم تايم. اوكي، فور ذا ديمينراليزيشن تو ستارت اند at any point of the of time this was interrupted بصير طبعا في ريمينراليزيشن نفس ما شرحت قبل شوي. بس ف اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، النت او التوث ستاتس توث سيرفيس ستاتس هي النتيجه النهائيه للدايناميك بروسيس، ماشي، عند اللحظه اللي انا فتحت فيها تم المريض وبلشت افحص فيها سن معين. فبس بحكي لنا انه تسوس الاسنان عمليه طبعا مستمره وبتركز بشكل رئيسي على موضوع البي اتش، ماشي، والعوامل الاخرى الاساسيه اللي هم البرايمري فاكتورز اللي لازم يكونوا موجودين مع بعض.
هاي الاشياء لما تجتمع مع بعض ويقلل البيئات شو راح يصير؟ راح يصير في ديمينراليزيشن. بعدين من جهه اخرى لما المريض يحافظ على الاورال هايجين والسلايفا بتلعب دور والى اخره، بصير في ايش؟ ريمينراليزيشن. يعني بس هذا تعريف اللي هي التوث سيرفيس ستاتس ات ا بوينت اوف تايم. بس اذا هي المحصله النهائيه لوضع السن اللي كان صاير فيها عمليات ديسوليوشن او ديمينراليزيشن، عارفين ليش، وايضا في عند اللحظه اللي بيكون فيها قاعد برضو بيعمل الريمينراليزيشن. طيب هسه راح نحكي كيف انا بدي اعمل ميجرنج للكيريز اكتيفيتي. يعني مش احدد البيشنت اكتيف او هاي ريسك ولا اشي، ولا لو ريسك ولا مودريت ولا اكتيف ولا مش انه اكتيف، مش هيك. يعني هون بدي انا اشوف، انا هون قاعد بدرس زي علم او بيئة، يعني بدي اعمل زي نتائج احصائية للمرض. فانا هون قاعد بقيس، بدي اشوف شغلتين اسمهم الانسيدنس والبريفالنس، ماشي. من خلالهم بعرف نشاط هذا المرض في بقعة معينة على الارض، زي مثلا الاردن او اربد مثلا او غيرها من هذه الامور. فالإبيديميولوجيست ار انترستد ان بوث ذا بريفالنس اند ذا انسيدنس اوف ا ديزيز. جماعة علماء الاوبئة بكثير بيهتموا بمصطلحين الانسيدنس والبريفالنس، تمام. طيب لازم هسه نفرق بينهم، التفريق بينهم سهل وبسيط. البريفالنس اللي هو بسموه الانتشار is the proportion of the population، هي الجزء من المجتمع ال affected by a disease or condition at a particular time. ممتاز، هاي كلمة كثير مفتاحية. اذا هو محصلة او الناس المتأثرين بمرض عند نقطة معينة، في عند وقت محدد particular time or at a time point، عند نقطة معينة. هاي الكلمة مميزة بكلمة بمصطلح البريفالنس. طيب على سبيل المثال نقدر نحكي in Jordanian population we have the prevalence of dental caries about 60% at least، انه 60% من الشعب الاردني عنده على الاقل سن مسوس والسوس is active. وصلت؟ يعني قاعدة تعمل progressing. هذا شو بسميه prevalence. طب ايش معنى كلمة prevalence اللي جاي هنا؟ انه we have prevalence، يعني في المجتمع الاردني محصلة الحالات، ماشي، اللي صاير فيها او اللي معها واحد legion active legion من المجتمع ككل هي 60% من المجتمع في هذا الوقت المحدد، ماشي، particular time. انا هون ما بحكي انه قاعد باخذ اعداد او بعمل احصاءات، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، مش قاعد باخذ احصاءات على فتره زمنيه ممتده، لا، انا هون باخذها عند لحظه معينه. يعني محصله الناس المصابه بتسوس الاسنان من الشعب الاردني في هاي اللحظه اللي انا قاعد في بعمل فيها احصاء انه 60% منهم من هذا الشعب، ماشي، عنده سوسه واحد على الأقل في سنانه في هذا الوقت اللي أنا بعمل فيه هاي الإحصائية. هذا اللي هو البريفيلنس، ماشي؟ أوكي، مثلا أسهل عليكم مثال أسهل. لو بدي أحكي مثلا عن الرشح، في هذا اليوم اللي أنا عملت فيه إحصاء محصلة اللي مرشحين من قبل واللي رشحوا من كل الأردن، يعني اللي رشحوا من زمان لساتهم مرشحين واللي رشحوا جديد، مثلا محصلتهم 2 مليون بني آدم. هذا هو البريفيلنس، إني أنا قاعد في بوينت تايم، في بيوم محدد، بلحظة محددة، بلحظة معينة، تايم بوينت، وقاعد بشوف المحصلة. بينما الانسيدنس أنا قاعد بقيس الريت. فمثلا زي لما أحكي لكم إنه 5% أو مثلا كل يوم برشح، أو مثلا اللهم صل على سيدنا محمد، إنه بعطيكم تايم ريت، فترة زمنية، أيوه زي خط زمني، ماشي، وبعطيكم زي نسبة انه والله نسبة اللي بيرشحوا بالسنة 500,000 بني آدم سنويا بصيبهم الزكام في الأردن على سبيل المثال. هذا شو بسميه؟ incidence، لأني مسكت الموضوع على سنة وفردته وكان الموضوع زي ريت، تمام. بينما محصلة المرشحين في الأردن في هذا اليوم اللي هو مثلا 15/5/2022 2 مليون، هذا الفرق. يعني so the incidence of the condition اللي هي حكينا اللي it is the measurement of the rate at which a disease progress، ماشي. طيب the incidence of the condition is then in increase or decrease in the number of new cases. هي بالضبط انه قاعد بشوف الريت انه ممكن يزيد يمكن يقل، ماشي، في مجتمع معين within مش particular time. هاي اللي بدنا نركز عليها اللي هي time period.
تمام، بينما انا بالبريفيلنس بارتيكولر تايم يوم محدد لحظه محدده اخذت فيها عدد معين للناس مصابين بمرض معين، هذا البريفيلنس. الانسيدنس هي ريت بفحصه على فتره مفروضه من الزمن تايم بيريود. مثال اللهم صل على سيدنا محمد، if we want to measure the incidence، لا لسه مش هذا المثال، اوكي if we want to measure the incidence، اذا بدنا احنا ندرس الانسيدنس ونقيسه we need a starting and ending point، زي ما حكيت لكم زي كانه خط زمني له بدايه له نهايه بالضبط. and then measure the new caries lesion that develop within the period of time، طالما شفنا ال period of time فتره زمنيه احنا بنحكي عن الانسيدنس عشان نطلع ريت معين. we can make a study to see how many dental caries، هذا المثال مثال انه ممكن نعمل دراسة نشوف how many dental caries legion are going to develop among dental students during academic year 21-22. ممكن نعمل دراسة تكون نتيجتها اني اقدر اوصل للعدد للطلاب اللي are going to اللي راح يصير عندهم تسوي اسنان خلال السنة هاي. طيب كيف لما احكي مثلا انه الانسيدنس ماشي اللي هو معدل او الريت مثلا 5% مثلا سنويا 5% او مثلا خلال السنة هاي 5%، فخلال سنة 5 من كل 100 طالب رح يكونوا طوروا تسوس جديد يعني زي هيك تمام. فباختصار باختصار عشان ما اكون عقدت الموضوع زيادة، البريفيلنس قاعد بدرس انا المحصلة المصابة بهذا المرض في فترة زمنية محددة يوم محدد ساعة محددة، يعني إلى هذه الساعة عدد المصابين من المرض الفلاني كذا. بينما الانسيدنس أنا بدرس الريت لمرض معين خلال تايم بيريود أو يعني فترة زمنية معينة مفروضة تمام. بس أضرب لكم مثال إنه مثلا الفلو فيروس أو الرشح مرة تانية، البريفيلنس يا جماعة الخير مثلا بحكي اليوم 5/5/2022 البريفيلنس تاع الرشح 2 مليون مثلا مليونين، خلاص هيك انا حكيت البريفيلنس انه مليونين من الشعب الاردني مثلا ان جوردن، اوكي مليونين انسان من الشعب الاردني حاليا في هذا اليوم في هذه الساعه مصابين بايش بمثلا الفلو فيروس او بالرشح، هذا اسمه بريفيلنس. بينما الانسيدنس بحكي لكم انه مثلا نص مليون بير يير بيصابوا بالرشح من جديد، يعني أو أوكي بيرشحوا يعني نص مليون بني آدم كل سنة إن جوردن أوكي يصابون بالرشح. لاحظوا كيف أنا كتبتها على شكل ريت على شكل معدل زيادة تمام وهكذا وبس. إن شاء الله أن هيك تكون الأمور واضحة بالنسبة للإنسيدنس والبريفيلنس. طيب DMF إندكس، خلينا نحكي عن هذا الموضوع. طيب DMF Index بكل بساطة عبارة عن 3 حروف كابيتال، يعني كل حرف له معنى. هنا اللي هي من كلمة decade يعني مسوس، هون بحسب يعني هاي DMF Index هو Index بستخدمه عشان يعني يساعدني في إحصاء أعداد الأسنان أو أعداد أسطح الأسنان اللي صاير لها أشياء معينة. فالدي للديكيد، والأم للميسنج يعني المخلوع، والأف للفلد المحشي تمام. فأنا لما أجي أحسب فالDMF Index باختصار هو quantitative يعني على الكمية شغال، طبعا كمية يعني هي إذا قياس للكم مش qualitative، quantitative للكم مش للنوع. that reflects accurately طبعا بقيس لي بدقة ال extent of disease in a population، أكيد امتداد المرض وانتشاره في population معين. فأنت لما تيجي لي تحكي لي DMF أنت جايب للسن للفم الواحد بدك تحسب كم سن كم سوس كم سن متسوس كم سن مخلوع كم سن ايش محشي فيلد. والموضوع طبعا ادق من هيك، هسه بنشوف كمان انه في له شويه تفرعات. فمره ثانيه الدي اللي هي نمبر اوف ديكيد، الام نمبر اوف ميسنج، والاف اللي هي الفيلد اللي هي المحشيه تمام. بكل بساطه it is used to measure the caries experience of a specific population at a given time point. تايم بوينت يعني انا بلغه اخرى هذا بستخدمه انا احسب البريفيلنس، يعني بده يطلع لي محصله للناس اللي عندها مثلا ديكيد او ميسنج او فيلد تيث في تايم بوينت عند وقت معين. فانا هون فعليا قاعد هذا الشيء بستخدمه انا احسب بالبريفيلنس. This measurement is known as DMF index and is an arithmetic يعني شيء حسابي طبعا اكيد of the cumulative attack
كيريز اتاك لا يعني التسوسات التراكميه ان ابوبوليشن مينينج ذات ات ميجرز ذا بريفالنس زي ما حكيت لكم تمام. اذا ليش يعني حكيت لكم البريفالنس هو مجموع الحالات التراكميه زي ما حكينا عن الرشح 2 مليون انسان الى الان مرشح بينما نص مليون انسان سنويا برشح. فهمتوا علي؟ يعني هذا الفرق بين الانسيدنس والبريفالنس. لما انا احكي عن الحالات التراكميه هي النقطه الاولى، اثنين في نقطة زمنية محددة مش بيريود تايم بوينت ماشي، انا قاعد احسب البريفالنس. اوكي ناو وي هاف تو تايبس اوف دي ام اف، طبعا دي ام اف تي دي ام اف اس. التي شغال على مستوى السن، انه السن هاد ديكيد او السن هاد بغض النظر شو السطح اللي مسوس شو السطح كذا، السن هاد مخلوع او السن هاد محشي. بينما دي ام اف اس شغال على السيرفس، السيرفس تمام. يعني مثلا الدي ام اف دي ام اف اللي تعيت الاس على السيرفس، فمثلا بحكي والله اللور 6 الاوكلوزال سيرفس والله از مثلا ريستوريتد مثلا معمول له ايش حشوه يعني اف فيلد، والبكر سيرفس از ديكيد فيها تسوسه مثلا يعني زي هيك شغال بشكل ادق شوي اللي هو على السيرفس تاع السن. فدي ام اف تي از يوزد تو دينوت ديكيد ميسنج اللي هي دي هاي الاختصارات دي ام اف وفيلد تيث على ايش على المستوى السني للتيث للتيث اوكي ديكيد ميسنج فيلد للتيث تمام. بينما دي ام اف اس دينوت ديكيد ميسنج فيلد سيرفس. فالفرق بس انه الدي ام اف تي من اسمه تي تيث ودي ام اف اس بدرس على مستوى السطح. طبعا الدي ام اف دي ام اف تي طبعا يعني اقصى عدد رح يكون 32 اللي هي اعداد الاسنان. اما السيرفيسز بكل بساطه يا جماعه الخير كل سن له خمس سيرفيسز، شو هم؟ كلوزل وبكل ولينجوال وميزل وديستل ماشي. وانا عندي كم سن في الفم؟ 32، فبحكي 32 ضرب 5 بيطلع 160. فأنا هون قاعد بدي ام اف اس بدرس ال 160 سيرفس لكل الاسنان، بدي ام اف تي بدرس الاسنان ماشي. المهم سو دي ام اف اس denotes decayed missing and filled surfaces and permanent teeth. هسه بنحكي ليش حكينا permanent هون اوكي وليش برضه فوق للبيرمننت اوكي، يعني لانه في للبرايمري. المهم للبيرمننت teeth and therefore وبالتالي considers the number of surfaces attacked in each tooth اوكي. فانا هون قاعد بحسب السطح اذا انه اتاكت حاليا ولا اذا انه ريستوريتد اللي يعني محشي او فيلد. فهون انا قاعد بشتغل على نمبر اوف سيرفيسز 5 سيرفيس فور ايتش تيث، خمس اسطح لكل سن. فبتحكي لنا دكتور اذا ضربنا عدد الاسنان بعدد السطوح بيطلع معي اكبر عدد ممكن اللي هو طبعا ال 160 اوكي. The similar indices of the primary dentition، نفس المبدا ماشي على البرايمري dentition بس ايش بتصير الحروف سمول، هذا الفرق الاول. الفرق الثاني انه هذا الحرف كان ام حطيناه اي بس لنفس المغزى، اي ام للميسنج يعني مخلوع واي اكستراكتد بس من باب انه شو سنتين معناه من السن انخلع اوكي، بس ما بس عشان افرق بين البرايمري والبيرمننت تيث. وير هي وير اي دينوتس فور اكستراكتد تيث تو ديفرنت تو ديفرنشيت عشان نفرق اوكي. هيو دينوت ان سمول ليترز، اذا الحروف كلها سمول والام استبدلناه بالاي اوكي. طب هل في مشكله بالدي ام اف اس؟ احنا لو طب خلونا نتامل فيه. الدي ام اف يا جماعه احنا اتفقنا انه احنا بنستخدمه عشان اعرف عدد الاسطح الديكيد المسوسه والام المخلوعه والاف المحشيه. انا لما اشوف سطح مسوس ببين هذا سطح مسوس ايزي يعني او السن، ولما اشوفه محشي محشي، ولكن لما اشوفه مخلوع او يعني فراغ واعرف انه هون كان في سن مخلوع رح تبادر لذهني طب انا في دراسه الاحصائيه مش لازم اعرف ليش انخلع؟ كيف يعني ليش انخلع؟ يعني هل المريض صابته تروما ولا المريض خلعه لانه كبير بده يركب طقم ضايل عنده هالسنان خلعوا له اياهن، ولا مثلا اذا كان طفل هل انخلع ناتشرال اكسفوليشن انخلع بشكل طبيعي لانه في سن دائم بتدزه عشان يطلع، ولا انخلع لانه صار في تسوس؟ فبصراحه الام كومبوننت من الدي ام اف اندكس فيها مشكله. انا مش عارف يعني انا بس بعرف انه السن مفقود وهي مشكله مش عارف ليش انفقد، وهذا الاشي ممكن يولد طبعا اخطاء في العمليه الاحصائيه. هاي نقراهم. سو نحكي عن البروبلمز ان يانج تشيلدرن، مثلا في الاطفال ميسنج سيريوس تيث الاسنان اللبنيه المفقوده
as a result of natural exfoliation بسبب انه انخلعت بشكل طبيعي يعني طلع السن الدائم دز السن اللبني وطلع لبرا and this must be differentiated لازم افرقها بينها وبين ايش اللي خسرناها بسبب انه صار في تسوس بسن وخلع عليها الطبيب هذا بالنسبه للبرايمري السكندري او البيرمننت تيث ار لوست فور ماني ريزنز مثل التروما اكل خبطه او خلع له مثلا اطباء التقويم كثير بيخلعوا البريمولرز مثلا فاكستراكشن فور اورثو يعني تقويم orthodontic purposes أو يمكن صاب أمراض لثوية وانحسار لثة وصار السن يدخل خلف انخلع or facilitate the construction of dentures أو عشان أنا مثلا بدي أحط له complete denture ضايل عنده مثلا أسنان متهالكة خلعت له إياها وهكذا for these reasons لهذه الأسباب okay missing teeth may be omitted يعني الأم component أو حسابي لهذا الإشي ممكن أشيله خلص للأسنان المخلوع لانه انا عندي يعني عجقه ومش عارف ليش السن راح هيو اوميتد انه ينشال فروم ذا اندسيز من المؤشرات اللي انا بشتغل على حسابها اند اونلي ديكيد اند فيلد سيرفيسز انكلودد واخلي بس الدي والاف ماشي ذس مينز وي هاف ا بروبلم وذ ام كومبوننت طبعا احنا عندنا مشكله يا جماعه بالام كومبوننت شرحت لكم اياها اوكي وي نيد تو نو واي ذا توث از ميسنج اند سم تايمز وي كانت نو ذات انفورميشن which leads to بالضبط انا لازم اعرف ليش السن انخلع وغالبا يعني ممكن ما يحكي للمريض ليش او ما يكون عارف او اذا كان صغير ما يعرف يعبر لي عن السبب مثلا اذا ما عرفنا هذا الاشي رح يعمل falsely higher يزيد احتمالية الخطا بدي ام اف سكور حكينا هو اشي حسابي انا قاعد بحسب عدد اسطح صاير لها 1 2 3 فلما انا ما اكون مش عارف ليش صار له missing كيف بدي اعرف ادرجه بحسابي ولا ما ادرجه بحسابي مثلا يعني فهذا الشيء راح يعمل اخطاء في قيمه الدي ام اف اوكي الماني بوبيوليشن هاي نقطه هاي نقطه ثنتين خلصنا اول نقطتين تعيت الاطفال تعيت الكبار بالنسبه للام كومبوننت هسه رح نحكي شوي عن الاف كومبوننت انه في كثير مجتمعات اللي ما بتكون حشوه عملاقه ماشي باختصار هيو لارج فيلد كومبوننت to the indices and the dentists who have done the fillings are not standardized in the diagnosis of the disease. ممكن الاقي حشوه شو ضخمه عنده لكن السبب انه دكتور الاسنان مش قاعد يشتغل على المعايير العالميه انه انك تشيل بس الجزء المتسوس وتحط حشوه ماشي فالاقي حشوه ايش كبيره زياده عن اللزوم فهو meaning that it's not necessarily that every single tooth has been filled was actually indicated to the filling مش كل توث بشوف في حشوه ممكن اعمل له indication بحساباتي لانه يمكن السيرفس بالاصل ما كان محتاج لانك تحفره وتخربه لانه كان بس عليه تصبغات مش يعني مش متسوس ولكن الدكتور بكون ايش شاله بشكل كثير كبير وحط حشوه كثير كبيره بس هي يعني كمشاكل ومعلومات عن مشاكل ايش الدي ام اف اندكس تمام اذا مشكلتين في الام كومبوننت عند الاطفال وعند الكبار انا مش عارف ليش السن مخلوع والمشكلة بالفيلينج انه هي زي ما حاضح كلام الدكتورة انه ممكن تكون هي large filled component to the indices and the dentist لان dentist who have done the fillings the dentist اللي اشتغل الحشوة مش standardized in their diagnosis of disease مش اشتغل على الستاندرد وحكت الدكتورة وزادت انه meaning that it's not necessarily مش ضروري انه كل سن شفت فيه حشوة اني ايش اعتبره من الاف component يعني indicated to have a filling اوكي اوكي يعني هذا كلام الدكتوره بالحرف طيب نحكي هسه عن البريفالنس بشكل اوسع شوي طيب البريفالنس اللي هي حكينا الحالات التراكميه بدنا نشوف ايش صار فيها على المدى الزمني بالدول النائيه والناميه هسه بنشوف dental caries is the main cause of tooth loss in people in all ages سهله ومعروفه for most of the 20th century اللي هسه رح ندرس اللي صار في القرن العشرين تحكي لنا دكتوره في القرن العشرين caries was seen as a disease of economically developed countries هذا اشي غريب صح with a low prevalence in developing countries بس عشان يا جماعه بالامتحان وهسه تفهموا صح ما تخربطوا في عندي اشي اسمه developed countries وفي عندي countries اسمهم developing يا جماعة الديفلوبينج الدول النامية التي نامية يعني اوكي والديفلوبد الدول المتقدمة تمام عارفين شو معنى نامية ومتقدمة اكيد طيب زمان كانت الكيريز انسيدنس او عفوا يعني هيو اللهم صل وسلم على اللهم صل وسلم على نبينا محمد كان البريفالنس يا جماعة مش الانسيدنس بالدول المتقدمة
عالي، والنامية أوطى. غريب، مش هي متقدمة؟ أنا بحكي لكم ليش. زمان في القرن التاسع عشر في بداياته كانت الدول المتقدمة هاي جماعة اللي معهم مصاري يعني وهيك، أكلهم من علامات الرقي بيعتمد كثير على المكونات السكرية، فكان وكان برضو معرفتهم في علوم الأسنان والفلورايد والأورال هايجين وإلى آخره، وثقافتهم من ناحية الأورال كافيتي هايجين أقل، فكان يصير عندهم كيريز أكثر، في البريفيلانس كان عندهم أكثر. بينما الدول النامية اللي وضعهم الاقتصادي أقل كان اعتمادهم أكثر على الخضار، لأنهم كانوا يمارسوا زراعة بشكل كبير، فكان البريفيلانس عندهم أقل. أوكي، by the late 20th century يعني بنهاية التسعينات ماشي، صار في العكس تماما زي ما هو هسه حاليا. يعني this pattern was changing in two ways. أولا، there was evidence of a rise in caries experience in some developing countries. صار التسوس بالdeveloping countries أكثر، الدول النامية. طيب عشان تعطيكوا الدكتورة، طبعا ليش يا جماعة؟ أكيد لأنه العلم تقدم في الدول المتقدمة، الأورال هايجين تحسنت في الدول المتقدمة، وإحنا على النقيض اللي هي الدول النامية صار اعتمادهم على السكريات أكثر، وفي عندهم جهل أكثر بالأورال هايجين. طيب، وتطبيق لها طبعا أقل بكثير. To give an example، في دراسة عملوها سنة 1990 showed dental caries as a major problem in the former socialist countries of Eastern Europe. طبعا هاي الدولة كانت تعتبر انها دولة نامية developing. These countries can be considered as developing in the economic sense حسب وضعهم الاقتصادي. And the use of fluoride toothpaste and toothbrushes there is still low. اذا لاحظوا كيف في نهاية القرن العشرين صارت الدول النامية developing استخدامها لا أساليب النظافة من ناحية فرشات الأسنان معجون الأسنان اللي معه فلورايد كانت أقل، فالبريفلنس تاع الكيريت شو صار فيه يا إخوان؟ زاد. هذا بالدول الديفلوبينج. طيب، in these populations the availability of carogenic food was more. زمان كانت الدول النامية الديفلوبينج أكلهم أغلب خضار وزراعة عندهم كثير، والزراعة عندهم كثير. هسا بالعكس، غير أنه في نوع من أنه مش واصلتهم أساليب النظافة والثقافة وإلى آخره، كذلك صاروا يعتمدوا في غذائهم على السكريات كثير. أوكي، was more and preventive measures والوسائل الوقائية of brushing teeth and using fluoride was not available، ما كانت متاحة، leading to an increase in the incidence of dental caries. طبيعي يعني أكلهم صار سكريات أكثر، و وسائل الوقاية ما كانت واصلتهم وما كانوا يطبقوها، وبالتالي البريفلنس إيش صار فياته؟ إنكريز. تمام؟ أوكي، by late 1970 a marked reduction in caries experience among children and young adults was obvious in developed countries. طبعا ب 1970 بالسبعينات تحديدا يعني، اوكي، لاحظوا انه يا جماعه الخير نسبه او تسوس الاسنان في الاطفال والمراهقين طبعا اكيد قلت بالديفلوبد كنتريز، although in 1983 there were considerable differences between countries. اوكي، so in developed countries، خلص واخيرا هاي الخلاصه، in developed countries في الدول المتقدمه things start to get better more access. ليش؟ لأنه صار عندهم more access to dental care. But in the developing countries things start to getting worse. صارت الأمور أسوأ. طيب هون عندنا DMFT في المجتمع، جابتها الدكتورة من منظمة الصحة العالمية، وبتلاحظوا أنه كان التسوس قليل في نهاية في التسعينات، بعدين بلش يزيد، بعدين قل، بعدين رد زاد. بس الدكتورة بتحكي إنها شخصياً عندها شكل معلومات، وحكت there is actually lack of informative data for the population at this point. يعني بلغة أخرى المعلومات مش صح، هون إحنا أعلى بكثير تسوس عنا، لأنها حكت هذا الإشي بنشوفه بالحياة، إنه كثير في ناس عندها dental caries. لا يخلو الأمر إنك تلاقي يعني إنسان ما عندوش تسوس أسنان، يعني قليل ما تلاقيها، نادراً. The actual numbers in Jordan are unfortunately very high. هذا كلام الدكتور، إنه مع الأسف عدد أو كمية التسوس عندنا أعلى بكثير. طيب هيك خلصنا إحنا سؤال الوات، وحكينا عن الإنسيدنس، حكينا عن البريفلنس، وحكينا عن الوضع هون. أرخص لكم الحكي والسواليف هاي كلياتها بكلمتين. كان عندي في قديم الزمان إشي اسمه developed countries و developing.
ماشي. بكل بساطة يا جماعة، جماعة الديفلوبينج كنتريز اللي هي الدول النامية كان عندهم الزراعة أكثر، وكان عندهم الأكسسبيليتي للكيريس فود أقل، كان من علامات الغنى أنه أكلهم فيه حلويات وإلى آخره. هذا في الدول المتقدمة. في الدول النامية كان عندهم الزراعة وأكلهم أغلبه خضروات، تمام؟ طيب، وبالتالي البريفلنس تاع الدنتال كيريز في الدول النامية قديما كان قليل، والبريفلنس تاع الدنتال كيريز في الدول المتقدمة قديما كان عالي. خلصنا. هسا بنهاية التسعينات ومع مرور الزمن الدول النامية صار فيها شغلتين، صار يأكلوا سكر أكثر. النقطة الثانية العناية في الأورال كافيتي إيش؟ أقل، وبالتالي البريفلنس إيش صار فياته هون؟ إنكريزد. على النقيض الدول الديفلوبد مع تقدم في الزمن صار عندهم العناية بالأورال كافيتي واستخدام الفلورايد توث بيست والتوث براش أكثر، فالبريفلنس شو صار فياته؟ قل. هاي باختصار شديد للي صار للحكي كله هذا اللي هون تاع كيريز بريفلنس لحد النقطة هاي. أوكي وبس، نبدأ نروح على سؤال اللي هو يا جماعة بيستهدف أربع شغلات: العمر والجنس والإثنيسيتي اللي هو العرق والسوشيال إيكونوميكس. باختصار عشان ما أطول عليكم، كلما زاد تقدم في العمر احتمالية أني ألاقي سطح السن أو أسنان مسوسة أو أسنان مفقودة أو أسنان محشية أعلى. يا جماعة أصلا DMFT أعدادها بتعتمد على بعضها، DMF عفوا اللي هو تيل على التوث، إذا السن ديكايد طبيعي أعمل له فيلينج، وإذا ما عملت له فيلينج وأهملته رح أيش أخلعه فبصير ميسينج. باختصار فبالتالي لما يعني الواحد كل ما تقدم بالسن احتمالية انه يخلع اسنان، احتمالية انه يحفر ويحشي اسنان اعلى، فطبيعي انه هيو as you get older راح تكون DMFT قيمته عشان الكيريز راح تزيد. الجنس لاقوا انه الفيميلز اكثر. الاثنيسيتي لاقوا انه اصحاب البشر الدارك عندهم اكثر من اصحاب البشر الوايت. باختصار اللي هم الافريكان امريكانز and Hispanics اللي من الأصول الإسبانية have higher caries experience than whites. باختصار الوضع الاقتصادي طبعا إشي معروف إنه SES نحفظ الاختصار هذا social economic status، كلما قل الوضع الاقتصادي كانت DMFT أكثر طبعا. أوكي الديكيد والميسينج والفيلينج. أوكي طبعا آخر إشي بيجاوب عليه سؤال اللي هو الإديوكيشن التعليم. إذا إيه جندر إثنيسيتي سوشيال والإديوكيشن؟ أكيد كل ما الواحد كان متثقف أكثر كل ما قيمة DMFT إندكس بدها تقل، لأنه الديكيد الأسنان المتسوسة رح تقل، فالأسنان المحشية حتقل، لأنه فيش إشي مسوس فيش إشي رح ينخلع، فقيمته رح تقل إيزي تمام. الآن سؤال الوير أين؟ رح تهتم أكيد بالأمور الجغرافية. أوكي هاي الخريطة بتبين لي ملونة حسب كمية التسوس، الأخضر فيري لو، اللون هذا لو، الأصفر مديريت، والأحمر هاي، والأبيض نو داتا. طيب there is a marked variation in the occurrence of caries between the countries of the world where red are the highest caries experience or the highest DMFT score. طبعا هون لو تشوف الأردن هيها تمام لونها أخضر، حكت الدكتورة سبب إنها بالأخضر غالبا بسبب الإحصاءات غير الدقيقة والمعلومات غير الدقيقة زي ما حكيت لكم بالمخطط الفوق lack of information باختصار. طب سؤال الوين، أوكي اللي هي المتى، متى حيصير هذا التسوس؟ حكيتنا في المحاضرة رقم 3 بالمد إنه عندي فترتين كريتيكال أو بيكون فيهم البيك اللي هي الذروة تاعت التسوس، عند الأطفال من 4 إلى 8 سنوات وعند البالغين من 11 إلى 18، تمام ما ننساهم. المهم so trends of lower incidence have been observed in the industrialized countries over time. لاقوا انه الدول الصناعية على مرور الوقت يعني عبر الوقت لاقوا انه فياتها ايش low incidence، يعني اللي هو بلغة اخرى الريت المعدل، ركزوا بين على الانسيدنس والبريفلنس في الامتحان عشان بدل ما تغير لكم كلمة يعني تمام. فالانسيدنس رح يكون هون اقل في الدول الصناعية تمام. هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية سوف نحكي عن البيك، كوننا نسأل متى عن العمر. Peak of higher incidence in infants من 4 إلى 8 سنوات and young adolescents والمراهقين اللي في أعمار يعني صغيرة من 11 إلى 18 is still true in many countries. طبعا إنه المعلومة هاي اللي أنا حكيت لكم إياها بالأطفال وبالمراهقين اللي عمرهم صغير يعني من 4 إلى 8 و 11 إلى 18، هاي المعلومة يعني لا تزال معتمدة حتى في الدول المتقدمة ماشي. يعني حتى بالدول المتقدمة بتلاقي انه اكثر التسوسات عند الاطفال وعند المراهقين اللي بعمر صغير. اوكي ايضا
ماشي ما نخربط برضو او ما يصير في عندنا confusion، يعني نصير زي ننعجق، لانه كمان increase of caries as we age is still برضو a valid observation، اشي برضو يعني يأخذ بعين الاعتبار وصحيح. ماشي، طب كيف هذا الحكي؟ معروف كل ما الواحد يتقدم بالسن، باختصار هون عشان انه الاحتمالية، احتمالية انك انت تكون اكلت سكريات وتعرضت لمسببات للتسوس او حتى انها تسوس اسنانك او تفقدها، طالما انت بتتقدم في السن فهي الاحتمالية بتزيد. هسا بالنسبة للأعمار الصغيرة حكينا في فترتين هم زي البيك، فترتين الذروة اللي هم الفترة اللي فيها الواحد طفل من 4 ل 8 وبداية المراهقة من 11 ل 18. تمام؟ اوكي، سؤال الواي، أنا بدي أشوف ليش بصير. طبعا عندي 4 برايمري فاكتورز وعندي سكندري فاكتورز، ماشي بكل بساطة واختصار. البرايمري اللي هم الدنتال بلاك، معروفات لهم الأورال مايكروفلورا، الديتري كربوهيدراتس، والتوث والتايم. وهذا الشكل ببين لك قديش الموضوع العملية معقدة، ما بين العوامل الأولية الأربع البرايمري فاكتورز اللي هم الأساسيات اللي لازم يكونوا موجودين مع بعض، والعوامل الثانوية اللي هون، والعوامل الثانوية أيضا اللي هون، طبعا حسب الأهمية. اللي جوا الدائرة هاي أكيد أهم، واللي جوا الدائرة البرانية برضه هي عوامل ثانوية أخرى. طيب هيك احنا ايش خلصنا، جاوبنا على الأسئلة جميعها فيما يتعلق بالإبيدوميولوجي تاع الدنتال كيريز. رح نحكي هسه عن موديفاينج ذا كيريس بروسيس، كيف ممكن أنا أحسن الأمور تاعت الكيريز للمريض تاعي، هل ممكن أنا أساعده؟ طبعا أنا عامل كثير رئيسي عن طريق أولا أوعيه كيف يحافظ على نظافة الأورال كافيتي، ثانيا أوعيه عن نظام التغذية، ثالثا انه برضه يحط تستخدم الفلورايد سواء كان في ماء في الماء او سواء كان بمعجون فيه فلورايد او انا احط له اياه بشكل موضعي، وايضا المعالجه التحفظيه واني ادير باله على اسنانه. تمام اوكي، نحكي عن الاورال هايجين انستركشنز. سينس ذا بروسيس از ذا ميتابوليك اكتيفيتي ان ذا بايوفيلم، طالما العمليه انه انت اكلت اكل فالبكتيريا حتبلش تشتغل، شو بحكي له؟ فرش اسنانك بعد الاكل بكل بساطه. بلاك ريموفال انك تشيل البلاك باستخدام معجون فيه فلورايد كثير مهم، لانه بالمنطق نو بلاك او ما في اورال بايوفيلم، يعني ما في بكتيريا، يعني ما في ديمينرلايزيشن، يعني ما في انه الاسيديتي راح تزيد، يعني بالتالي ما فيش كاريز. تمام بكل بساطه. اوكي، بالنسبه للإشي الثاني اللي هو الديتري ادفايس، اني انصحه يحسن نظام اكله. والله مثلا ماد حاله على التخت على التليفون، شرب علبه البيبسي وسكر التليفون وحط راسه ونام، يا مصيبته مثلا. فانصحه انه يقلل الاكل اللي فيه سكريات بس بكل بساطه، ويكثر من الاكل اللي نون كيريس. سو ريليتيفلي سمبل ميجرز ساتش از ريدوسينج فريكوانسي اوف كونسامشن اوف شوجر، يقلل الكميه مرات اللي باكل فيها سكر، اند كونفايننج انتو ميل تايمز، وينظم امور يعني وقت وجباته. طبعا هذا اشي كثير ممتاز، يعني لا يستوي مريض منظم وقت اكله وقبل النوم خلص بنظف اسنانه ما في اكل، مع واحد اكله لاحقه على تخته وبوكله بحط راسه وبينام مثلا. يعني بنصح المريض انه يخفف اكل سكريات، يفرش اسنانه برضه بعد ما ياكل اكل سكري. طبعا ابروبريت يوز فلورايد، استخدام الفلورايد كثير مهم، شرحنا ليش، كنا نحكي فيه هيدروكسي ابيتايت كريستالز، لما نحط فلور بتصير اسمها فلورو ابيتايت كريستالز، والفلورو ابيتايت بتقاوم اكثر الديمينرلايزيشن بروسيس، صح ولا لا؟ سو فلورايد يوزد انتو ان ذا توث بيست او سواء كان بالووتر او الماث او الماوث ووشز اند ابلايد توبيكالي، ونحطه بشكل او يعني هاي طرق ان نحط الفلورايد، يا في معجون الاسنان، يا في الماء، يا في غسول الفم، يا في انا بحطه كطبيب اسنان موضعيا، باخر طبعا البروجريشن تاع الليجن، واحنا شرحنا كيف بالمحاضرات السابقه. الاوبريتيف تريتمنت المعالجه التحفظيه، ممكن يكون في عنده تسوس في بدايات مثلا تيث، ممكن طبعا ارتس ارنبت كلين زبل مثلا اند ار لايكلي تو بروجريس، ممكن برضه يصير له بروجريشن ويصير في سوس كبير ويخسر السن المريض. فانا دوري كدكتور اسنان اعالجه بشكل تحفظي، يعني اشيل المنطقه بس المتاذيه المتسوسه واحشيله اياها عشان احافظ على السن، واعمل له اسهل عليه البلاك كنترول، كمان لما احط له حشوه اضبطها راح تاخذ ان شاء الله بالاوبريتيف دنتستري كيف تكون سموث وسهل انه ينظفها وما يتجمع تحتها اكل او حواليها. تمام، هيك بتكون انتهت هاي المحاضره ابيديميولوجي اوف دنتال كيريز، سهله مش كثير صعبه، بدها شويه تركيز منكم. نعرف كل سؤال كيف جاوبناه، شو بندرج تحته، زي مثلا سؤال السؤال الوين اللي هو المتى، بندرج تحته عده امور كنا نحكي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، او عفوا اوكي، يعني مثلا سؤال الواي اللي هي اكيد الاسباب، ماشي سؤال الهو من
بندرج تحت هاي الأمور، نعرف إنه هاي الأمور بتندرج تحت هذا السؤال، ونعرف كمان شو جوابها، الإيج عند مين أكثر، الجندر إنه الفيميلز، الإثنيسيتي عند أصحاب البشرة الداكنة أكثر، الوضع الاقتصادي إنه كل ما يتحسن كل ما الدي أم أف إيش بتقل، والعكس طبعا كل ما يقل الوضع الاقتصادي دي ام اف تي بتزيد. فهمنا شو هو دي ام اف اندكس منيح، فهمنا انه بنحط معه تي لانه بنكون ندرس بالتوث نفسه او اسلم بنكون ندرس بالسيرفس، عرفنا انه يستخدم للاطفال بيصير اسمه دي اي اف بستبدل الام بالاي، عرفنا مشاكل الدي ام اف تمام مشاكله بالذات بالام كومبوننت انه انا مش عارف ليش السن مخلوع عند الاطفال، هل مخلوع بسبب خلع ولا ناتشرال اكسفوليشن، عند الكبار شو هو اللي صاير معه تراما ولا بريودنتال ديزيز ولا الى اخره. فالمشكله في الام كومبوننت. بالنسبه للاف حكينا بس عن الفيلينج انه بعض الدكاتره ما بيشتغل بالستاندر اللي لازم يشتغل عليه طبيب اسنان ومعالجته مش تحفظيه، اي سطح بيشوف ستاند بشيله فبتكون الحشوه ضخمه، فممكن انا ما ادرج هاي الفيلينج بالحسابات تاعتي زي هيك. بعدين سولفنا شوي عن البريفيلنس وحسيت الحكي كثير بالتفريغ بس بنختصره بكم كلمة. الدول الديفلوبينج زمان الكيريز عندها قليل، ليش قليل؟ لأنه الجماعة كان أكلهم مش سكري وكانوا يعتمدوا على الخضار والزراعة وإلى آخره. الدول المتقدمة الديفلوبد زمان كانوا يعتمدوا على السكريات كثير ماشي، الآن مع التقدم الزمن انقلبت انعكست الآية زي ما بيحكوها. الدول الديفلوبينج النامية صار يأكلوا سكريات أكثر، عناية أقل، بالتالي بريفيلنس أكثر. الديفلوبد اللي هي المتقدمة نظام غذائهم صار أحسن، وأكثر إشي تغير عندهم اللي هي العادات، دخلت عليهم العادات الصحية تعيت يعني استخدام فلورايد توث بيست، استخدام في الدنتال فلوس، استخدام الفرشاي، تنظيف الأسنان بعد الوجبات. فإيش البريفيلنس صار بالديفلوبد كنتريز مع تقدم الزمان؟ طبعا أقل صار. بس هاي شرح النقاط هاي وبس، إن شاء الله تكون الأمور واضحة، وأي سؤال أنا جاهز. يعطيكم ألف عافية.